تعال نروح في نفس ذات السياق. طيب هو واعدية الاقتصاد المصري، طيب ومسار الاقتصاد المصري، طب ومستقبل الاقتصاد المصري. طب يوسف كلمني على القريب، أقول لك تعال نرجع لصندوق النقد الدولي. صندوق النقد رحب جدا رسميا بإعلان مصر الطرح بتاع الكيانات المملوكة للدولة بقيمة ووصولها إلى صفقات بقيمة 1.9 مليار دولار. رحب جدا. السؤال، طب ورحب جدا ليه؟ هنا نسأل أستاذنا دكتور مصطفى بدرة الخبير الاقتصادي الكبير. أهلا بيك يا دكتور مصطفى. مساء الخير يا أستاذ يوسف، كل سنة وحضرتك طيب وكل مشاهدينا كل وحضرتك بالصحة والسلامة، ودايما يوحشنا صوتك ويوحشنا وجودك جوه البرنامج. ربنا يخليك، ده شرف ليا ان انا. لا يا فندم، العفو العفو يا فندم. دكتور مصطفى، لماذا رحب الصندوق بالحصص التي تم اتمام صفقتها بقيمه 1.9 مليار دولار؟ ما سر هذا الترحيب؟ هو سر الترحيب ان بيقول ان مصر بتسير بالخطه الموضوعه من قبل الحكومه المصريه لانتهاج اقتصاد جيد وقوي وتحسيني خلال الفتره القادمه. وطبعا الترحيب ده جاي على بناء ان الحكومه التزمت التزام امام المؤسسات العالميه في ما بيسمى يعني تمكين القطاع الخاص، زياده الاستثمارات، التوسع في الانشطه الاقتصاديه. بتكون بدايتها يا فندم عن طرح عدد من الطروحات او الشركات او افتاح المجال للقطاع الخاص لزياده المساهمه والمشاركه في الاوضاع الاقتصاديه. والتزمت الحكومة نهاية العام المالي اللي هو 30/6 اللي هو من أسبوعين، اللي هي الموازنة العامة 22/23، بخروج عدد من الشركات المستثمرين. قدرت هذا التخارج يعني بحوالي 1.9 مليار دولار. فالصندوق تابع هذا الأمر إن في التزام من الدولة والحكومة المصرية في مسار اقتصادي واضح. أعتقد خلال يعني إذا كان أسبوعين بالحد أقصى أو ثلاثة سوف يكون صندوق النقد الدولي متواجد معانا، خاصة إن الأوضاع الاقتصادية العالمية ابتدت يكون فيها ملامح من التغير سواء على مستوى أسعار الفايدة أو التضخم. أكيد حضرتك تعلم بهذا الأمر. حلو جدا، هذا هو تصوري. عظيم جدا. طيب السؤال اللي بعده يا دكتور مصطفى، هذا الترحيب من الصندوق ونجاح هذه الصفقات التي تم إتمامها حتى الآن بقيمة 1.9 تؤدي إلى إيه؟ والله شوف يا فندم، بتؤدي إلى حاجات كثيرة جدا. أولا ثقة المستثمر الأجنبي إن يخش الدولة المصرية في عز الأزمة الاقتصادية العالمية وفي عز ارتفاع أسعار الفايدة ومؤشرات التضخم، وطبعا في كثير من الأزمات العالمية، ويخش يضع هذا الرقم بداية في البرنامج الإصلاح الاقتصادي اللي بيقدر بحوالي 1.9 مليار دولار. هذا الحمد لله نجاح لينا، ان احنا بنثبت ان الشركات دي ذات عوائد وارباح كبيره جدا. المستثمر الاجنبي سواء عربي او اجنبي اقبل على هذه الشركات، فده ثقه كبيره جدا. خلي بالنا يا فندم، مش كل الناس بتعرف يعني ايه ثقه المستثمر. لازم نوضح لكل مشاهدينا الكرام ان اي مستثمر بيخش يحط فلوس النهارده في الدوله دي شهاده ثقه منه ان هو داخل يستثمر في سوق كبير، يستثمر في سوق فعلا واعد بيؤدي الى تنميه، بيوفر فرص عمل زياده. ده اللي بتلاقيه حضرتك منعكساته على الاوضاع الاقتصاديه بسعر الصرف ثابت الحمد لله حتى وقتنا الراهن. في كلام ابتدى يحرك السوق السوداء نحو الانخفاض، يعني تسمع النهارده السوق السوداء في العمله الاجنبيه ابتدت تنخفض، ابتدى يكون في بوادر ان احنا النهارده خلال نهايه الشهر ده ممكن نثبت سعر الفايده مره اخرى. العالم بره بيتكلم النهارده ان المخاطر في الاوضاع الاقتصاديه المصريه ابتدت تقل، فده شهاده نجاح برضه بالنسبه لنا الحمد لله. انا احيي حضرتك على المقدمه اللي بتتكلم فيها على الهيدروجين الاخضر، دي عباره فندم عن استثمارات ممكن تخش لمصر بالمليارات تحرك الاوضاع الاقتصاديه. فهذا هو يعني بنسميه كده الملف الاقتصادي كله امام مشاهدينا الكرام. حلو جدا. طب معلش يا دكتور مصطفى هاثقل عليك. طب المواطن هيجي يسالني يقول لي طيب ترحيب الصندوق واتمام الصفقات والكلام اللي قاله دكتور مصطفى ده كلام رائع، هياثر عليا انا كمواطن ازاي؟ بمنتهى البساطه يا فندم، اولا طالما توفر من الصندوق ومن المساهمين والمستثمرين وشركائنا الاجانب استثمارات بعمله اجنبيه،
يبتدي يتحرك سعر الجنيه في الزيادة، الجنيه هو اللي هيرتفع، قيمة الجنيه تتحسن، فيبتدي التضخم يقل، فينعكس هذا على مستويات الأسعار. أنا ما بقولش بكرة، ما بقولش الشهر اللي احنا فيه، وما بقولش شهرين كمان، لأن حضرتك تعلم أن الاقتصاد ده عبارة عن مجموعة من الدوائر تتحرك أو تروس تتحرك مع بعضها هي البعض. شرايين، شرايين كبيرة في الجسم بالضبط، ولكن طالما في مؤشرات أو في زي ما بنسميه بطيس من الضوء، هذا هو التفاؤل اللي احنا بنعمل عليه كاقتصاديين. لأن حضرتك تعلم جدا الاقتصاديين دايما بيحاول يقول لك المستقبل شكله ايه، وإلا كنا النهاردة بنتكلم مثلا على أسعار الفايدة، وبنتكلم على المشروعات القومية الكبرى، هذا هو المردود الأساسي على المواقع. ما تنساش حضرتك ان كل مستثمر بيخش النهاردة بيحاول يتوسع فيزيد من العمالة، ما تنساش كمان حضرتك ان كل مستثمر النهاردة بيخش ان بيوفر عمله صعبة، فبيهيئ الدولة النهاردة لسداد التزاماتها طبعا. التزاماتها الخارجية، فده بيدي شهادة ثقة من العالم الخارجي. يعني انت بتاخد النهاردة فلوس وتبتدي تحرك اموالك وتبتدي تستثمر وتسدد القروض اللي عليك وتبني الدين والموازنة تتحسن، اعتقد ده النجاح امام اي عالم خارجي او مستثمر خارجي. طب بما اننا اتكلمنا على الدين، معلش يا دكتور مصطفى، هو احنا من 2014 حتى اللحظة تخلفنا عن سداد قسط واحد؟ اسمح لي اقول لحضرتك، منذ تعاملنا مع صندوق النقد الدولي منذ انشائه حتى وقتنا الراهن، لن تتخلف مصر مرة واحدة ولا ترجئ، واخد بال حضرتك، لا ترجئ لا الصندوق ولا نادي باريس اي التزام مالي ونقدي، وهذه بتدل على ثقة المؤسسات العالمية في الاستثمار داخل مصر، وده اللي بتدي شهادة نجاح، ان كلما سددنا والتزاماتنا الخارجية كلما كان هذا الامر له مردود وثقة من العالم الخارجي. واسمح لي اقول لحضرتك، هذا ليس كلامي، ده شهادات من المؤسسات الدوليه. يعني ممكن حضرتك تفتح على بوابه صندوق النقد الدولي او نادي باريس او اي حكومه من الحكومات الاجنبيه تقول لك ان مصر قامت بسداد التزاماتها متكامله حتى نهايه العام المالي اللي هو انتهى 22/23 اللي هو 30/6 الماضي. واعتقد هو ده الاساس اللي احنا دايما بنبني عليه، ان خلي بالك يا مستثمر اجنبي ان مصر فعلا قادره دايما على سداد التزاماتها. مصر النهارده بتبني فعلا مشروعات قومية تقدر تزيد من البنية التحتية الاقتصادية، هيكون لها مردود مع العالم الخارجي. أكيد حضرتك شفت حديث السيد الرئيس النهاردة مع العالم في القارة الأفريقية في النداد، وكان بيتكلم إزاي النهاردة يكون في عدد من الأطر في البنية التحتية تستفيد منها القارة الأفريقية وتستفيد منها مصر. مصر دايما مرحبة حتى الدول حوض النيل حتى للمشروعات للأسف اللي هي بتضر بمصالحنا المائية، نحن بنمد ايدينا دايما وبنقول ان هيكون في استفادة ومردود لو تبنينا مواني في نهر النيل، لو ربطنا الكيب تاون او من دول حوض النيل حتى البحر المتوسط. شوف يا فندم قد ايه طموحنا ان احنا بنتكلم مع القارة الافريقية ان احنا نزيد من مشروعاتنا، هذا طبعا النجاح بإذن الله. أنا بشكرك جدا يا دكتور مصطفى، كل الشكر لدكتور مصطفى بدر الخبير الاقتصادي الكبير والمعروف.